السلام عليكم خوتي خواتاتي. دابا درت غير في بيت بنتي، هذا تبع على بيت بنتي. غنوريكم هذاك الخيط اللي درت لكم ديال البصله، هو هذا. غنبقى نديرو في شعري، نديرو في شعري تيفزك، تيولي يفزك على قدا ترقرقو. وديروه قبل ما تدوشو، قبل ما تدوشو، واخا ريحة البصله وداكشي ديروه قبل ما تدوشو، تيولي مرقرق شعركم. وتخليوه مثلا شحال من ساعه اللي بغيتو، جوج سوايع ثلاثه، تبعتو به بزاف الحوايج، تيولي مرقرق، تيولي كامل مرقرق. داكشي ما كملتش معاكم الفيديو، مع فيه البصله وسكنجبير. الا بغيتي ديروا نسكافي، نسكافي وفيها الملح الصفر، الملح الصفر ديال البيض، وتحركوه ديروه في شعركم باش ما تبقاش فيكم ريحه البصله، هذه الا بغيتو. ومن بعد كاين هذا الماسك، هذا كيتباع في كلثوم، ها هو زوين. انا دابا غنجربو معكم ونوريه لكم. انا رجعت لكم مره اخرى، هذا الماسك راه كحل، ها انت راه كحل شتي، ولكن اللي غيديرو غيحل من هنا، هاي كتحل من هنا. انا غنديرو في وجهي، غنجربو في وجهي. ها انتم، ها جيت للمرايه هنا باش نوريكم كيفاش كتهلو بشويه من التحت، كديرو له هوك، كتنيوه بحال هوك باش كيطلع كامل. ومن بعد كديرو الخليط، كيطلع هكا شتي، هاك كيبان، كيبان كحل بحال الفاخر. كتهلي غير بشويه في وجهك بحال هكا، راه زوين. من بعد كدهنو بحال هكا، كدهنو كاع وجهكم، ولكن تردو بالكم مع الحجبان، وتردو بالكم مع الزغب، لحقاش هذا كيطير حتى الزغب، حتى هو كيطيرو، ولكن تيخلي الوجه على مزيناتو. دابا هادي اللي حليت غندير انا وبنتي، حتى بنتي غنعطيها دير ان شاء الله. انا قربت نكمل كاع البلايص كندهنهم، هانتم مازال باقي فيها. تقدروا ديروها جوج مرات، تسدوها وديروها في تخزنوها تحتفظوا بها، تقدروا ديروها جوج مرات في الاسبوع، جوج مرات في السيمانه، معليش مزيانه. راه كدير ما كاملاش 99 سنتيم، يعني بحال غرو، كتباع في كلثوم، زوينه والله حتى زوينه. لبست تريكو كحل، هانتوما كيما كتشوفوا، باش واخا يقطر عليا القطات ما توسخش الحوايج. دابا غنسد ناتي نشف، المهم على حسب كل وجهو، كاين اللي وجهو كيشرب دغيا، كاين اللي وجهو ما كيشرب دغيا. انا غنسد ناتي نشف ومن بعد نحيدو، باش هاد الماسك هذا يقدر يحيد لك حتى الزغب، الا بلي عنده الموسطاج، يعني اللي كيبان بالزغب شويه هنا، انا كاينو دغيا شويه. هذاك الشيء باش كنديرو، داك الشيء باش كنصحكم به، زويون وبالتجريب. انا واخا ما غادا كندير كيميو، حتى انا متبعه هادشي الخليط ديال الوجه، علاش ني في كلاري ما فكر ندير حكهم. المهم قلت نجرب معكم هاد الماسك اللي كندير، نتمنى يكون عجبكم، ونتمنى يا ربي تخلاوها. بنتي راه ما بغاتش ديرو، قالت لك من بعد ماما نديرو، قلت لها على خاطرك. المهم كما قلت لكم الشعر بهذا، ها هو كتخلطو اللي فيه سميتو، كترقرقو هلا كترفقو مزيان حتى كيولي فازك، ها هو راه لاحظتو، ها هو راه بحال فازك، ها هو شتي، كاين فيه البصلة والسكنجبير. دابا غنخليها هنا، ماشي مشكل، واخا نقدر نبات بيه الماسك، واخا متغسليش بالما، متغسليش بالما، غسلتي بالما كتعذبي. هو ملي كتحيديه كيدور شوية، ولكن خصك تصبري، ما صبرتيش انا غنوريكم كي داير التحياد، غيكونوا هانيين. ها حنا هو نشف، ها نتوما كيما كتشوفوا، كتخليوه حتى 20 دقيقه ولا 25. ملي كتحيدوه كتبداو بحال هكا تقشروا، ها انت، ها انت، ها شتي، ها تيبقى يتحيد شتي، واخا كيضر شويه ولكن معليش، اللي بغا العسل يصبر قريص النحل، هادشي اللي كاين. ها انتو شتي،
لا غسلتوه بالماء كتمحنوا، والله ما قشروه هانتوما، واخا كتقشروه ما تيبقاش هانتوما، هاد التقشار واعرة. كتبقاي معاه شويه بشويه، راه كيحيد حتى الزغب، راه كيردو بالكم على حسب طيروا الزغب، طيروا الزغب من الحجبان ومن هنايا، ردوا بالكم. من بعد كتكملوها نتوما كما كتشوفوا، تولي وجهكم احمر. من بعد كتجيبوا كريمه كما كانت، لقاش نتوما دابا في الدار، كتجيبوا كريمه كدهنوها في الوجه بحال هكا باش ما يبقاش يحرقكم الحقاش نتوما. ملي كتحيدو وجهكم شويه كيحرقكم كما كانت كريمه الحق، ماشي كريمه ديال الوجه، ماشي كما كانت كريمه ديال اليدين ولا شي تاع الوجه، باش وجهكم ما يبقاش مزمك. وملي كتحيدوه كيدور شويه، ها هو حيدتو كله ما غسلتش كاع وجهي. ملي ندير غنوصل وجهي وندوش قدرت الطرد بصلاحنا. المهم اخوتي هو هذا الماسك بغيت نشاركو معاكم، ديال كولسوم، كيتباع في كولسوم 99 سنتيم، دورو ماشي مشكل، بغيت نشاركو معاكم لحقاش كيحيد حتى الزغب، لا كان الزغب هنا، المهم الزغب هنا هنا. المهم انا واخا كيكون قاصح كنصبر ليه، كاين اللي ما صبرش ليه، ما تغسلوش بالماء، الماء ما يتغسلش، كيبقى لاصق لكم في وجهكم كتعذبوا معاه. والله ما حيدوه هكا كيتحيد بالزربه، كتخليوه حتى 20 دقيقه حتى 25 حتى كينشف مزيان، وما تهضروش ما تهضروش باش ما باش ما يتحلش لكم، باش يبقى مزيان. وين اخوتي خواتاتي هذا هو الماسك اللي قلت لكم، ومره اخرى نلوح لكم شي حاجه اخرى، وشكرا بزاف، وديروا لايكات واللي دخل قناتي الله يفرحو، وتشكركم بزاف. واش نقول لكم راني منسى بكم خوتي خواتاتي، لايكات تابوناو عندي، شعلوا الجرس، ومرحبا بكم في القناة ديالي، وربي يسهل لكم الواحد. وتنشكركم بزاف بزاف بزاف، تنشكركم تهلاو لي فراسكم، والله يخلي لكم وليداتكم.